السلام عليكم اصحابي، يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده هيكون خفيف ان شاء الله، وانا هتكلم في موضوع. في مره من المرات كنت بتكلم مع واحد مغربي بيقول ان المغاربه مش بيتدخلوا في الشان المصري ومش بيعملوا زي المصريين و و و و المهم ده بقى مغربي كل شغله وكل حياته انه ايه، ينتقد مصر وينتقد السيسي، يعني بيتدخل في شؤون مصر. المهم انا عايز اسال سؤال، هل في مصري بينتقد المغرب بالطريقة دي؟ هل في مصري بينتقد طريقة حكم الملك المغربي لبلده؟ مفيش طبعا. المهم نشوف المنشورات ونتعمق فيها. يعني الصراحة حاجة خرا. المهم أربع منشورات مش كتير، بس أنا عايز أسأل سؤال لأي مغربي وعايز الإجابة تكون صادقة ومقنعة. لو ده كان مصري ونزل الأربع منشورات دول على المغرب وملك المغرب، كنتوا أنتوا هتسكتوا؟ المهم نشوف التعليقات. التعليقات تبان لك إنهم مصريين، بس هما مش مصريين، وأنا هثبت ده. نروح على أكاونت سلوى اللي اسمها سلوى حاتم، هنلاحظ ان الاكونت قديم من 2014. 2014 واخر منشور هي نشراه كان في 2018. ولا مشاركة ليها اي صورة. طب ليه؟ محدش يقول لي عشان بنته ومش بنت، ما هي البنت خطيبته، خطيبة المغربي ده نشر صورها عادي. المهم نفس الكلام مع احمد سامح، الاكونت معمول من 2014، غاب ورجع نشر في 2018، وغاب ورجع نشر في 2022. الواضح انها اكونتات فيك واللي عملها هو نفس الشخص لؤي. طبعا انا خلصت الفيديو وعايز اقول حاجه للمغربي ده، وعارف ان هشوف الفيديو بتاعي، مش المغربي ده اللي مش لؤي، انا اقصد المغربي اللي كنت بتكلم معاه ودار معاه في النقاش البتاع ده. المهم بص، انتوا مش احسن مننا ولا افضل مننا، وزي ما هتلاقي مصر كده هتلاقي مغربي كده، ولا عامل كده، واديك شفت بعينك او هتشوف. يلا السلام عليكم.